نضل نحكي عن التوعية وعن الأيرلي يعني عن البريكوشن الأيرلي بريكوشن يعني تو أفويد قد ما فينا العلاج الكيميائي يعني قد ما بنكتشف بأيرلي ستيج قد ما بنصح أسرع قد ما وي أفويد العلاجات الكبيرة يعني سو أنا كتير مبسوطة اليوم لأنه بعرف بي أم سي عندها قسم مختص بالأونكولوجي وأحدث تكنولوجي وهيدا الشيء بيسهل على المريض وطريقة العلاج يعني كمان وعلى أهله.